يؤكد أن إيران تشكل تهديدا، وهي ما زالت البلد الأول لدعم الإرهاب العالمي كما كانت طوال سنوات. رئيس مخابرات بريطانية قال في الأشهر السنة الماضية إيران الرجيم حاول أن يخطف أو اغتيال 15 مواطنا بريطانيا، 15. هو نظام لديه موقف عدواني تجاه العالم، هذا النظام شرعي غير شرعي، لأنه لا يمتلك غير شرعي، لا يمتلك دعم شعبه. نشهد ذلك في الاحتجاجات المستمرة في إيران، والشعب الذي قدم الكثير من التضحيات لمواجهة هذا النظام، فهذا نظام غير شرعي. الشيء الثالث الأهم الذي يمكن الانتباه عليه هو أن، وكما قال زميلي، هذا النظام لا يرغب ولا يريد ولا يستطيع التغير. إن هذا، هناك البعض يظن أن هذا النظام سيتطور وسيأتي جيل جديد من الإصلاحيين، لكن لا يوجد أي دلالات على ذلك. بالعكس، هناك من يقول أن العكس يحصل، أنه يصبح نظاما أكثر قمعية كونه يصبح أكثر هشاشة داخليا. أظن أن هذه حقائق لا يجب الاتفاق عليها. وهذا يقودنا، ما هي السؤال السياسي الأهم؟ السؤال الأهم هو ماذا يمكن أن نفعله كي نسرع نهاية هذا النظام، نسرع انهيار هذا النظام. وأظن ما القيام به، القيام ببعض الأشياء، بعضها نقوم بها ليس بشكل فعال كما يجب، وبعض الأشياء جديدة. دعونا أقرأ قائمة بعض الأمور بما يمكن القيام به. كان يتحدث عن فتح انتهاكات حقوق الإنسان في الذي يتقبل هذا النظام. الحكومة تستطيع قيام هذا، رجال البرلمان يقيم بها، مؤسسة الأمم المتحدة تستطيع، يجب أن تقوم هذا، لا فقط منظمة العفو الدولي، على الجميع أن يعلم حقيقة هذا النظام القمعي. إذا مرة أخرى لنعود إلى السيد بوب جوزيف، ما نشاركه اليوم، هذا النظام لا يكترث لشعبه وعلينا كشف ذلك. أيضا كشف الفساد، نظام الملالي والحرس الثوري والبسيش، كلهم أخذوا ملايين الدولارات من الشعب الإيراني ووضعوها في حسابات خارج إيران. لدينا فكرة واضحة عمن قام بذلك وأين هذه النقود، لنفضحهم ولنقدم هذه المعلومات للشعب الإيراني. ثالثا، زيادة العقوبات، تبدو أن العقوبات لم نكن لها، لا تهدف إلى إسقاط النظام، لا تحقق النظام لكن تضعفه. ستيف ماكين قال إن كانت ستنتهي هذه العقوبات فلابد من تجديدها. الشيء الآخر اللي قام به هو زيادة الأخبار، ضخ أخبار التي تصل إلى إيران. لكن هناك الحكومات أيضا يجب أن، برامج راديو وخدمات البث من أجل إيران لتثقيف الشعب الإيراني وكي يعلم ما يحدث في أنحاء العالم، وأيضا وكي يخفوا إلى جانبهم على في العالم. علينا أن نقوم شيئا أيضا لاستعادة ما قاله الجنرال حول العلاقات الولايات المتحدة مع الدول في المنطقة الأوسط، علينا أن نستعيد مصداقيتنا مع هذه الدول. يا جنرال، لا أقول أنه لم يكن هذاك الشيء الذي قلت عنه بسبب الانحراف على الشرق الأوسط، أظن هناك عدد من الخطوات الأمريكية التي دفعت الناس يسائلون مصداقية أمريكا، وما يقولونه أنهم كأي بشر أبدأوا يغيرون حلفائهم، فأصبحوا يلجؤون إلى روسيا وإيران لأنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة، وهذا يجب تصحيحه بسرعة. وسأعرض اقتراحا سياسيا دبلوماسيا مفاجئا، أو سياسيا مفاجئا كان نتيجة محادثة، وهو استعادة نظام The Cardin Doctrine، وثيقة الكاردن من الثمانينات، وثيقة كارتر، وهي التي تقول أن الخليج العربي هو مصلحة أمريكية هامة ولا بد من الدفاع عنه، ولو كان يعني ذلك استخدام القوة العسكرية. لم يقم أي رئيس أعرف لسنوات باستفادة من هذا القرار،
سواء كانت إدارة بايدن أو لاحقا، أظن أنه سيمتلك أثرا هائلا ضمن حلفائنا وضمن نظام الملاء وعلى نظام الملاء في طهران. ومرة أخرى، ما الذي يمكن فعله من أجل أن نسرع نهاية هذا النظام؟ يجب أن أقول كما هو دعم المقاومة، طبعي المجلس المقاومة الإيرانية. هناك المزيد، هناك الكثير ممكن تقوم به وحكومات يجب أن تقوم به، وهذا إلى جانب الإجراءات الأخرى سيكون أفضل مقاربة لإنهاء عهد الطغيان هذا والترحيب بديمقراطية جديدة للشعب الإيراني. شكرا لكم.